او بديله منه على الاكل. وهتشوفوا دلوقتي ما شاء الله الحمام وهو بياكل في اقبال على الاكل، مفيش اي مشكله بالنسبه للحمام ان هو ياكل من الكلفه وهي عليها الديكال فوز ده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو مريم التونسي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهارده فيديو جديد جايب لكم منتج جديد من المنتجات البيطرية المهمة جدا 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 للحمام وللطيور. سعره رخيص جدا وفي متناول الجميع. ده يا جماعة الكيس اللي انا جايبه لكم النهارده، والمنتج اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده اسمه ديكال فوس. طبعا دوت من اهم المنتجات البيطرية، سعره رخيص جدا. الكيس ده ب 15 جنيه في 100 جرام من البودر. وان شاء الله دلوقتي هشرح لكم كل المكونات بتاعته وهي الخصائص بتاعته واستخداماته ودواعي الاستعمال. هنعرف كل حاجه بالظبط من اللي مكتوب عليه. فده يا جماعه ان شاء الله النهارده تركيبه متكامله من الفيتامينات والكالسيوم وحاجات مهمه جدا للحمام هنعرفها دلوقتي، وهنقرا كل حاجه ونعرف ايه فوائد النوع ده من انواع الفيتامينات. اول فيتامين فيها اللي هو فيتامين د 3. طبعا فيتامين د 3 من الفيتامينات المهمه جدا لمشاكل العظام، مهمة جدا للأعصاب، مهمة جدا لقشرة البيضة، مهمة جدا لكساح الزغاليل، مهمة جدا لكساح النتاية بعد البيض. فطبعا أول حاجة ده اللي هو فيتامين د 3. اللي بعد كده فيتامين ب 12. وفيتامين ب 12 من الفيتامينات المهمة جدا، أو مجموعة فيتامين ب عامة من الفيتامينات المهمة جدا، زي ما احنا عارفين إن هي مهمة للمناعة، مهمة للكبد، مهمة للأعصاب سواء للذكر أو للنتاية أو للزغاليل، طبعا مهمة للنمو. فده اللي هو فيتامين ب 12. بعد كده فيها فسفور. الفسفور طبعا من غير ما نتكلم عنه هو من الحاجات المهمه جدا للخصوبه سواء في الذكر او في النتايه، او في تحفيز الذكر او في تحفيز النتايه. اهم حاجه فيه بقى اللي هي اساس الكيس دوت اللي هو الكالسيوم. ده فيه كالسيوم. طبعا الكالسيوم من اهم العناصر المهمه جدا لقشره البيضه وللعظام ولكساح الزغاليل ولكساح النتايه بعد البيض، وللذكر العجوز اللي ما بيعرفش يطلع نتايه ويكسر، واللي عنده مشاكل في العظام، مشاكل في الاعصاب. مهم جدا برضو في فترات النمو ولزياده النمو وتحسين اداء قشره البيضه، بحيث ان البيضه ما تطلعش قشرتها ضعيفه وتتكسر معاك بسهوله. فدي كده المكونات بتاعته. الخصائص بقى اللي مكتوب عليه هنا، مكتوب ديكال فوس تركيبه متكامله متوازنه تستخدم للدواجن والماشيه والاغنام، وتضمن نمو العظام بشكل سليم وتحمي من لين العظام والكساح، تزيد اضرار اللبن في الماشيه والحلاب والكلام ده كله احنا مالناش علاقه بيه، ترفع انتاج البيض ذات الجوده العاليه وفي الدواجن والطيور. تمام كده، ترفع انتاج البيض ذات الجوده العاليه في الدواجن والطيور. دي من اهم الحاجات اللي احنا محتاجينها. تمام. المهم دواعي الاستعمال بتاعته بقى ان هو للوقايه من الكساح ولين العظام، وضمان بناء العظام بشكل افضل في الطيور والماشيه، لتجنب هشهشه وضعف خلايا الدم الحمراء وانفجارها نتيجه نقص عنصر الفسفور. تمام كده. لضمان استمرار شهيه جيده، يعني بيفتح برضو معانا الشهيه، ولزياده معدلات النمو وزياده معدل التحويل الغذائي، بيخلي الطيور تكبر بشكل كويس ويبقى ملحوظ الشكل بتاع النمو بتاعها والتحويل الغذائي، ان هي تستفاد من الاكل في التغير بتاع الشكل بتاعها. تمام كده. طيب ايه تاني؟ الوقاية من العرق وتورم المفاصل. تمام. وشلل الاقفاص في الطيور. تمام. زيادة ادرار اللبن طبعا دي للماشية وللاغنام. اهم حاجة برضو هنا لتقليل حالات الكسر والشرخ في البيض والحفاظ على صلابة القشرة ولضمان اعلى انتاجية للبيض الجيد. تمام. للوقاية من تخشب الارجل وتأخر النمو وهشاشة العظام وضعف المنقار وتنفش الريش في الطيور. فطبعا شوية الحاجات دي مهمة جدا للحمام، فده اللي مكتوب على الكيس. طبعا الحاجات دي يا جماعه مش عايزين نعمل مقارنه ما بين منتج ومنتج، عشان انا عارف ان الناس هتسالني تقول لي ده احلى ولا المنتج اللي انت اتكلمت عنه قبل كده كذا، او المنتج اللي انت اتكلمت عنه قبل كده كذا. فكل حاجه وليها استخداماتها وليها فوائدها، وكل حاجه لها سعرها. يعني مش هنجيب مثلا ديكال فوس ده اللي هو سعره 15 جنيه الكيس ده، زي مثلا الجروفيت بيطري اللي سعره مثلا اللتر منه ب 300 او ب 350 جنيه. مش هنجيب مثلا الكالسيوم ده زي الكالسيوم الايطالي اللي بيكون سعره برده 300 جنيه او 400 جنيه. مش هنجيبه مثلا زي السيلينيوم اللي سعره مثلا 300 400 جنيه. فخلينا في الحاجه اللي متوفره بالنسبه لنا. احنا عايزين نخف استخدام عن الادويه البشري.
احنا في فتره فيها وباء وفيها مرض وفيها فيروس منتشر، محتاجين الفيتامينات البشري للانسان، محتاجين الكالسيوم البشري للانسان، محتاجين الزنك البشري للانسان. فبنحاول ان احنا نقلل الاستخدام عن الادويه البشريه ونستخدم الادويه البيطريه اللي هي اصلا مخصصه للحيوانات وللطيور. فده دي كال فوس سعره 15 جنيه في اي عياده بيطريه ممكن نجيبه ونستخدمه للحمام. هعرفك الجرعه بتاعته دلوقتي واعرفك ازاي بتستخدمه على المية وازاي تستخدمه على الاكل وازاي تستخدمه مباشر والمدة قد ايه. فركز معايا في الفيديو ده، ولو انت لسه ما عملتش لايك اعمل لايك على الفيديو عشان الفيديو ياخد حقه ويظهر لكل الناس. اول حاجة يا جماعة ده بيجي من جوه باودر، هنشوفه مع بعض دلوقتي. نفتح كده، بسم الله. ده بيجي عبارة عن باودر بالشكل ده، تمام، ناعم زي انعم السكر شوي، تمام كده. ده بيجي باودر بالشكل ده، ممكن نستخدمه على المية او على الاكل. طب هنستخدمه ازاي على المية وهنستخدمه ازاي على الاكل؟ هقول لك. لو انت عايز تستخدمه على المية يبقى ربع معلقة صغيرة، تمام، ربع معلقة صغيرة على كل لتر مية للحمام جماعي، وتبوشه كويس في المية وتشرب منه الحمام جماعي، وتغير المية كل يوم وتحط عليها الجرعة الجديدة. طيب لو احنا عايزين نستخدمه على الاكل هنستخدمه ازاي؟ يبقى نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة على كل كيلو كلفة، ونقلبه كويس في الكلفة. ولو احنا عايزينه يمسك في الكلفة ممكن نضيف للكلفة زيت زيتون سنتي او 2 سنتي زيت زيتون على كل كيلو كلفة، ونقلبه كويس في الكلفة فهيمسك معنا في الكلفة. عايزين نستخدمه برضو على الكلفة ومش عايزين نحط زيت زيتون، يبقى هنجيب شوية مية ونشوف احنا هنأكل النهاردة كلفة قد ايه للحمام. انا مثلا بأكل في اليوم مثلا 2 كيلو، يبقى هجيب ال 2 كيلو كلفه وارش عليهم بتاع 5 سنتي ميه ولا حاجه، ارشهم على الكلفه كده، اخلي الكلفه مرطبه، واروح جايب معلقه صغيره من الديكال فوز ده على ال 2 كيلو كلفه اللي انا هاكلهم للحمام النهارده، وارشهم على الكلفه وهي مبلوله، واقلبها طبعا بحيث ان هي تمسك في الكلفه، واكل الكميه ديت للحمام كلها في نفس اليوم عشان ما تقعدش معايا كلفه مرطبه وتبدا بان هي تبوظ وتعمل سموم فطريه، تمام كده. فدي الطريقه الثانيه للاستخدام لو احنا عايزين نستخدمه على الكلفه. طيب لو انا عايز استخدمه مباشر في بق فرد الحمام هستخدم قد ايه؟ هقول لك هناخد نص الربع معلقه، نص الربع معلقه يعني شويه صغيرين جدا على طرف المعلقه كده، تمام، صغيره، وهنبوشهم على 5 سنتي ميه ونسحبهم بسرنجه ونديهم لفرد الحمام في بقه مباشر. نص ربع المعلقه كميه قد ايه؟ كميه حوالي مثلا نص جرام ولا حاجه، نص ربع معلقه ممسوح يعني شويه على طرف المعلقه كده، تمام، شويه صغيرين جدا على طرف المعلقه كده، ونبوشهم في شويه ميه ونديهم لفرد الحمام في بقه مفيش مشكله. او نبوش ربع معلقه على شويه ميه ونديهم لجوز حمام فردين، تمام كده، يبقى كل فرد هياخد نص الكميه. مده الاستخدام قد ايه؟ هقول لك ممكن تستخدمه 3 ايام او 5 ايام، ممكن 3 ايام كل اسبوع او 5 ايام كل اسبوع او كل 10 ايام، تمام كده. ممكن نستخدمه امتى؟ ممكن نستخدمه في اي وقت، سواء في الصيف او في الشتاء، سواء للحمام الكبير، سواء للحمام الصغير، سواء للحمام بعد العلاج بمضادات حيويه. فهو كويس جدا للزغاليل عشان نموه، كويس جدا للزغاليل عشان يبقى فيه وقايه من الكساح، كويس جدا للحمام الكبير لو ما بياكلش كويس، كويس جدا بعد ما نفطم الزغاليل ان احنا نحط لهم منه على الاكل او على الميه عشان الزغاليل تنمو بصحه كويسه وبحجم كويس وتاكل كويس ويفتح معانا الشهيه في الاكل بتاع الحمام. ممكن نستخدمه بدون اي اسباب، هو كويس جدا لرفع المناعه، هيرفع معانا المناعه عشان طبعا في فيتامين ب 12 وعشان فيتامين د 3، الحاجات دي برضو بتشتغل على رفع المناعه. كويس جدا للحمام اللي كان بياخد مثلا علاج للديدان ممكن تديهوله بعد كده، حمام اللي خد مضاد حيوي زي ما قلت لكم برضو ممكن تديهوله بعد كده، اي حمام خارج من دور مرض كان عيان كان مريض وعالجناه ممكن نديله منه بعد العلاج مفيش اي مشكله. ودلوقتي هتشوفوا دلوقتي انا حمامي عن نفسي باكله منه او بديله منه على الاكل، وهتشوفوا دلوقتي ما شاء الله الحمام وهو بياكل في اقبال على الاكل، مفيش اي مشكله بالنسبه للحمام ان هو ياكل من الكلفه وهي عليها الديكال فوز ده. فده طبعا متوفر ومن الحاجات اللي هي رخيصه وسهل ان احنا كلنا نجيبها بسهوله. وبكده اكون خلصت الفيديو دوت، يا رب نكون استفدنا منه. وما تنساش اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه بعد كده جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه الفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله يتم تجهيز الموضوع وهينزل على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.